وستشاهدون الفرق يا أصدقاء. ورغم أنها أقوى لعبة في جراند المحسنة، صارت أفضل شكل وأنظر معنا للتأكد تقوم بعمل هذا الشيء. رغمنا لن تقوم بعمل أي شيء، فنحن نشغل الآن اللعبة على 60 FPS. السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي. معنا اليوم شيء لن يخطر على بالكم، معنا لعبة جراند سان أندرياس نسخة تحديث جديد على 60 FPS. تخيل معي أن أجهزة الكونسول البلاي ستيشن يشتغل فيها الفريم 30 FPS، كل الأجهزة إلا هواتف الأندرويد. سنجربها معكم أصدقاء وسنشاهد هذا الفرق الكبير، فيلا بينا. كما تشاهدون معنا يا أصدقاء، سنجرب معكم لعبة جراند سان أندرياس بستين اف بي اس، يعني 60 إطار في الثانية، وسنشاهد الفرق بين ما استعرضنا لكم الجيم بلاي في أول مرة وبين هذا الجيم بلاي. أول شيء سندخل للعبة، سنتأكد من 60 إطار أصدقائي، شاهدوا معنا يعني بدون أي شيء، ولاحظوا معنا ماذا سنفعل. سنقوم بزيادة الجرافيكس على أعلى جرافيكس، نقوم بإيقاف هنا هذا الشيء، نقوم بتشغيل السطوع على أعلى درجة. الآن سنضغط هنا وستشاهدون الفرق يا أصدقاء، ورغم أنها أقوى لعبة في جراند المحسنة، صارت أفضل من قبل يا أصدقاء. كما قلت لكم، رغم أنها أفضل نسخة، إلى أنها يا أصدقاء تشتغل معنا بدون أي مشاكل، وأنظر معنا للتأكد تقوم بعمل هذا الشيء. رغم أن حصل معي بعض اللاج، ليس مشكل الFPS، يعني ليس ضروري أن يكون اللاج هو مشكل الFPS. أيضا يكون الهاتف يعني ليس قادر على تشغيل الجرافيكس على العموم، ولكن بصفة بصفة نهائية يتم حل أغلب المشاكل التي كانت تعاني منها اللعبة صراحة. واو على السلاسة التي صارت تشتغل معي فيها اللعبة. سنقوم بتجربة لكم الآن بعض من الجيم بلاي الخاص باللعبة، يعني بدون أن نذهب إلى المهمات، لأنه سنقوم بإعادة المهمة الأولى المملة، تركب على دراجة وتقوم بالهروب أنت وأصدقائك من المافيا. فعلى العموم واو واو واو، اللعبة الFPS صراحة هناك فرق، هناك فرق يا أصدقاء، والله هناك فرق، يعني عندما نجرب اللعبة على 60 FPS. إلى أين سنذهب؟ كدنا أن نقوم بالدخول في هذا الشرطي. أين سنذهب الآن؟ سنذهب عند هذا الشيء، ولكن سنقوم بعمل لكم شيء رائع، فلتتابعوا معنا يا أصدقاء. هيا نصعد، هيا سي جي، بسرعة بسرعة، إن شاء الله نجد تلك الدراجة. نحن وجدناها، بوم بوم. هيا على العموم، ماذا سنفعل؟ سنحاول أن نصعد إلى الدراجة التي تكون في الأعلى. ومن يتذكر يا أصدقاء هذا المكان الذي كان الكل يصعد للأعلى، والكل كان يجرب هذه الدراجة النارية التي كانت هنا، صراحة شيء رائع جدا. هيا هيا سي جي، هيا سي جي. كما تشاهدون نحن اقتربنا، وصلنا على ما اعتقد. واو بسرعة. اسقطنا. على العموم هذه باللون الاحمر، هذه افضل. انظروا معنا الى الالوان، شاهدوا معنا، هذه هم الدراجات التي كان الكل يعرف مكانهم. اي شخص كان يلعب جراند سان اندرياس كان يعرف مكانهم. الاصفر افضل يا اصدقاء. هذه دراجة الهوندا على ما اعتقد، نعم هي من نوع هوندا، اسمها السي بي ار. فكما تشاهدون، لا 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 لا، نقوم باخذ هذا السلاح. فعلى العموم يعني ليس مشكلة السلاح، هل يمكننا القفز؟ فعلى العموم نقوم بايقاف الموسيقى، وهيا نقوم بالرجوع ونذهب لكم الى مكان رائع جدا. واو واو واو، شيء رائع يا أصدقاء، والله شيء رائع. Some
نعم شاهدوا معنا، يبدو على أننا وصلنا. واو على 60 FPS صراحة تشاهد الفرق يا صديقي. واو على السرعة صراحة أسرع دراجة في جراند سان أندرياس. شاهدوا معنا يا أصدقاء، يبدو على أنكم لاحظتم بعض اللاج. ليس المشكل في الاف بي اس، يعني قد يقول لي بعض الأشخاص نعم ليس المشكل كما قلت لكم بعد، لأنه أول مرة تقوم بالدخول إلى اللعبة وتقوم بالوصول إلى أماكن، وبالأخص تلك الدراجة فهي سريعة يعني تصل إلى بعض الأماكن. اللعبة ما زالت يعني لم تقوم بقراءتهم، لهذا السبب كما قلت لكم يكون هناك بعض اللاج. ولكن عندما مثلا تتجول في المدينة بشكل كامل فحين ذاك لا يظهر عندك ولا اي لاج. فكما تشاهدون هيا نقوم بالذهاب من هنا. فكما تشاهدون على العموم سنذهب الى الطبيعة، سنحاول. شاهدوا معنا الى الشرطة. ماذا فعلت يا حيوان؟ هيا نهرب منه. شاهدوا معنا. كما تشاهدون كما قلت لكم بعض الاماكن لا يتم قراءتها بسرعة، لهذا السبب يكون هناك بعض اللاج. ولكن صدمني صراحة انني قمت بتشغيل اللعبة على FPS 60، وان شاء الله لدينا مقطع اخر قد نقوم بإحضار لكم فيه إن شاء الله لعبة على 120 FPS. فعلى العموم سنتأكد من ذلك وسننشره معكم. صراحة اللعبة يعني فرق بين نحن يتبعنا الشرطة. واو صراحة هذا المكان لم آتي إليه منذ تجربتي لهذه المحسنة. واو شاهدوا معنا هناك الجبل في ذاك المكان يظهر بشكل بشكل جيد. ذاك الجبل هو الأعلى على ما أعتقد. يوما ما سنخصص مقطع وندب إليه إن شاء الله. على العموم هذه الحدود. الآن عرفت ماذا سنفعل، سنقوم بالرجوع. ماذا فعلنا؟ لا، احسست صراحة هيا يجب علينا ان نهرب بسرعة. لماذا؟ لانه 4 نجمات، يجب علينا ان نأخذ تلك السيارة الكبيرة التي تكون هنا. هيا اذهب يا سيتي، ماذا تفعل؟ والله غبي، اقسم لكم انه غبي هذا سيتي صراحة. نحن ما كنا نبحث عنه. اقوم بايقاف الموسيقى. انظروا معنا. قاموا بقتل بعضهم البعض. صراحة اغبياء الشرطة، والله اغبياء. هيا نذهب لهم الى هذه الامكنة بهذه الدبابة العملاقة، وهم لم يفهموا اي شيء بالطبع. اين هم؟ اين انتم؟ اين انتم يا اغبياء؟ ها هم اصدقاء، انهم صراحة اغبياء. ولكن لديهم ايضا سيارات رائعة، ولكن نحن لدينا شيء عملاق. هذا المكان نقوم بعمل فيه مهمة على ما اعتقد.
ما يعجبك في هذه الدراجة أو هذه السيارة عفوا أنها لا، انظر معنا المكان الذي سنصعد إليه. هي صعدت معنا، يا سلام. واو، شاهدوا معنا إلى التغيير الخاص بهذه الطريق. نعم، انظروا معنا ماذا يفعلون، طريق صارت رهيبة جدا. انظروا معنا. يريدون هزمنا، لن تقوموا بعمل أي شيء. فنحن نشغل الآن اللعبة على 60 FPS، وعندما نشغلها على 60 FPS فلن تفعلوا أي شيء لنا، فكما تشاهدون، وبالأخص مع هذه الدبابة لأربع عجلات. شاهدوا معنا. واو واو، هم أيضا صعدوا، ولكن هم لديهم سرعة خارقة أيضا، لا ننسى ذلك، ولكنهم لن يفعلوا معنا أي شيء. شاهدوا معنا هذا صاحب الدراجة. هل تتذكرون هذا المكان يا أصدقاء؟ هذا المكان هو الذي نقوم بإحراق فيه على ما أعتقد. نعم، نقوم بإحراق فيه واو على العموم يا أصدقاء، يبدو على أننا أطلنا المقطع، فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.